لئن عادت هذه النهضة إلى هذا الحمى لأضعن سهمي في ضرعها. لئن وضعت سهمك في ضرعها لأضعن سنان رمحي في صلبك. ثقلتك أمك! أين يخال هذا؟ أقسم لولا صلة القربى لجعلتك تدفع ثمن كلامك بدمك! اغلب عن وجهي! ها! شاعر شجاع من أمراء العرب في الجاهلية، وهو الذي يسمى الحامي الجار المانع الذمار لقتله كلي بن ربيعة، وهو جساس بن مرة الشيباني البكري الذي كان سبب نشوب الحرب بين تغلب وبكر، وكان جساس آخر من قتل في هذه الحرب والتي دامت 40 سنة. ذكره ابن سعد الأندلسي في نشوة الطرب في تاريخ الجاهلية العرب. وأما جساس بن مرة فكان من أبطال بكر في الجاهلية وفتاكها، وهو قاتل كليب وائل سيد بني تغلب ومسبب حرب وائل التي أتت على الفريقين. وقال: وكان حديث جساس من أعجب ما يسطر، وذلك أنه قتل سهره زوج أخته كليب بن ربيعة لكونه رمى ناقة جارة الله بسهم، وأقام الحرب العظيمة وأفلت الأبطال والأشراف، وآخر من قتل فيها جانيها جساس المذكور، وذلك أنه ربى ولد كليب من أخته، فنشأ الغلام ولا يعلم له والدا غير جساس. فلما كبر وركب أعلم بقضية أبيه وأن خاله هو الذي قتله، فطلب بثأره وقتل خاله. وحدث أن كليبا دخل على امرته جليلة بنت مرة يوما فقال لها: هل تعلمين على الأرض أمنع مني ذمة؟ فسكتت، ثم أعاد عليها الثانية فسكتت، ثم أعاد عليها الثالثة فقالت: نعم أخي جساس. فسكت كليب، ومضت مدة، وبينما هي تغسل رأسه وتسرحه ذات يوم إذ قال لها: من أعز وائل؟ قالت: أخواي جساس وهمام. فنزع رأسه من يدها وخرج. وكانت لجساس خالة اسمها البسوس بنت منقذ، جاءت ونزلت على ابن أختها جساس، فكانت جارة لبني مرة وكانت ناقة خوارة ومعها فيصل لها. فلما خرج كليب غاضبا من قول زوجته جليلة رأى فيصل الناقة فرماه بقوسه فقتلها، وعلمت بنو مر بذلك فأغمدوا على ما فيه وسكتوا. ثم لقي كليب ابن البسوس فقال لها: ما فعل فيصل ناقتكم؟ فقال: قتلته وأخليت لنا لبن أمها. وأغمدت بنو مر على هذا أيضا. ثم أن كليبا أعاد القول على امرأته فقال: من أعز وائل؟ فقالت: أخواي. فأضمرها في نفسه وأسرها وسكت، حتى مرت به إبل جساس وفيها ناقة البسوس، فأنكر الناقة ثم قال: ما هذه الناقة؟ قالوا: لخالة جساس. فقال: أو بلغ من أمر ابن السعدية أي جساس أن يجير علي بغير إذني، ارمي درعها يا غلام. فأخذ القوس ورمى درع الناقة فاختلط دمها بلبنها، فلما رأتها صاحت وذلاها. فقال لها جساس: اسكتي فلك بناقتك ناقة أعظم منها. فأبت أن ترضى حتى صاروا لها إلى 10. فلما كان الليل أنشأت تقول بخطاب سعدا أخا جساس، وترفع صوتها تسمع جساسا: لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضم سعد وهو جار لأبيات، ولكنني أصبحت في دار معشر، متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي؟ فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل، فإني في قوم عن الجار أموات، ودونك أذوادي إليك، فإنني محاذرة أن يغدر ببنياتي. فلما سمعها جساس بن مرة قال لها: اسكتي لا تراعي، إني سأقتل جملا أعظم من هذه الناقة، سأقتل غلالا وهو فحل إبل كليب لم ير في زمانه مثله، وإنما أراد جساس بمقالته كليبا. ثم ضعن ابن وائل بعد ذلك، فمرت بكر على نهى أي غدير يقال لها شبيث، فنفاه كليب عنه وقال: لا يذوقون منه قطرة. ثم مر على نهى آخر يقال له الأحص، فنفاهم عنه وقال: لا يذوقون منه قطرة. ثم مر على بطن الجريب واد عظيم، فمنعهم إياه فمضوا حتى نزلوا الذنائب، واتبعهم كليب وحيه حتى نزلوا عليه. فمر عليه جساس ومعه ابن عمه عمرو بن الحارث بن ذهل، وهو واقف على غدير الذنائب، فقال له: طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا. فقال كليب: ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون. فقال له: هذا كفعلك بناقة خالتي. فقال له: أو قد ذكرتها أما إني لو وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل بها أتراك مانع أن أذب عن حماي.
فعطف عليه جساس فرسه فطعنه برمح فأنفذ حضن، الحضن ما دون الإبط إلى الكشحة. فلما تدائمه الموت قال: يا جساس اسقني من الماء. فقال: ما علقت استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك إلا ساعتك هذه. فالتفت إلى عمرو وقال له: يا عمرو أغثني بشربة ماء. فنزل إليه وأجهز عليه. فقالت العرب: المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وأما جساس يده بالفرس حتى انتهى إلى أهله على فرسه يركضها وقد بدت ركبتاه. ولما رأته أخته قالت لأبيها: إن ذا الجساس آت كاشف ركبتاه. فقال: والله ما خرجت ركبتاه إلا لأمر عظيم. فلما جاء جساس قال له: ما ورأك يا بني؟ قال: ورأي إني قد طعنت طعنة لتشغلن بها شيوخ وائل زمنا. قال: وما هي؟ لأمك الويل أقتلت كليبا. فقال: نعم. فقال أبوه: إذا نسلمك بجريرتك ونريق دمك في صلاح العشيرة، والله لبئس ما فعلت. فرقت جماعتك وأطلت حربها وقتلت سيدها في شارف من الإبل، والله لتجتمع وائل بعدها ولا يقوم لها عماد في العرب. ولقد وددت أنك وإخوتك كنتم تم قبل هذا، ما بي إلا أن تتشاءم بي أبناء وائل. فأقبل قوم مرة عليه وقالوا: لا تقل هذا ولا نفعل فيخذله وإياك. بعد أن قتل جساس الملك كليب قامت حرب البسوس 40 سنة بين بكر قبيلة جساس وتغلب قبيلة كليب بن ربيعة بقيادة أخيه المهلهل بن ربيعة. أكلت الحرب الكثير من الحيين، مفردها حي أي القبيلة، ولم تنتهي إلا بعد سقوط المهلهل عدي بن ربيعة أسيرا في يد الحارث بن عباد. فتدعى كثيرون من القبيلتين للصلح، وقد تم على يد ملك كندا أبي إمرئ القيس الملك حج آكل المرار بن عمرو في اليمامة وسط نجد. قتل أثناء الحرب جساس بن مرة بعد أن التقى في إحدى المعارك مع فارس تغلب أبو نويرة التغلبي، فكلاهما ضرب الآخر ضربة أطاحته. نقل بعدها جساس إلى أخواله لتضميد جراحه، إلا أنه لم يلبث طويلا فمات بسبب ضربة أبي نويرة الذي مات هو الآخر بعد مبارزة جساس. وبذلك استطاع جساس أن يقتل 15 فارسا من تغلب أولهم الملك كليب وآخرهم أبو نويرة التغلبي في بداية الحرب، أي أن جساس مات شابا وفي سنوات الحرب الأولى. ولكن بعض القصص الشعبية ادعت أنه عاش زمن الحرب وأصبح ملكا وقتله ابن أخته الهجرس أو الجرو بن كليب كما سماه أبوه كليب قبل أن يموت ثأرا لأبيه كليب.